السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم اخواني الكرام في الدرس الجديد من قناتنا على اليوتيوب اسلام للمعلوميات. ان شاء الله في هذه الحلقة سوف نتعرف على ما هي القائمة البريدية وما الغرض من استعمالها بعد هذا الفاصل. إذن رجعنا لكم من جديد، وما هي القائمة البريدية وما الغرض من استعمالها وكيفية الربح منها؟ اولا قبل ان ابدا الفيديو، طبعا لكي لا يمل الشخص يعني من هذا الفيديو، يعني يقول لماذا استمع الى هذا الشرح. القائمة البريدية يمكنك الربح منها مئات او الاف الدولارات انت وطبيعة عملك. يعني ان كان ربحك صغير، يعني يمكنك ربح 10 دولار، يمكنك ربح 50 دولار، يمكنك ربح 500 دولار، حتى 1000 دولار. يعني ان كانت الاعمال كبرى يمكن حتى ربح 10000 دولار، لما لا. طبعا ما هي القائمة البريدية؟ القائمة البريدية هي عبارة مثلا عن 20000 ايميل او 50000 ايميل. هذه الايميلات هي ايميلات اشخاص مثلك انت، عندك ايميل مثلا، هؤلاء الناس ايضا، هذه الايميلات ايضا عندها اصحابها. مثلا نشتري قائمة بريدية او نحملها مجانا، بعد شرائها يمكنك يعني ايضا ارسال رسائل الى هاته الايميلات، يعني هي ايميلات اشخاص حقيقيين، ارسل لهم الرسائل مثلا طريقة ربحية الى اخره. ومثلا من 50000 شخص، مثلا لنفترض انها 20000 شخص اهتم برسائلك، أليس هذا يعني رقم رهيب، يعني رقم كبير جدا؟ نعم. ويمكن يعني تسجيل عبر الريفر الخاص بك وكل شيء، سوف تربح مبالغ طائلة جدا إن شاء الله. وطبعا وكيفية، يعني تقول لي كيفية إرسالها؟ لا يا أخي صعبة جدا، كيف أرسل إلى 50000 شخص؟ أقول لك هناك برامج، هناك من أفضل البرامج تباع ب70 دولار، وهناك التي ثمنها 22 دولار، يعني مبلغ صغير. تخيل 22 دولار تربح منها 500 أو 600، شيء كبير. طبعا إذا كنت تريد يعني رابط أفضل قائمة بريدية وهي قائمة 50000 إيميل، ستجد رابطها أسفل الفيديو إن شاء الله. هذا يعني كان شرحنا، لا تنسى زيارة المدونة، يعني أمانة عليك بعدما قرأ شاهدت الشرح وتعلمت، لا تنسى اشترك بالقناة ولايك للفيديو وزيارة المدونة. هذا كل شيء، والسلام عليكم.